لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم، فهي سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل، أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه، فإن صبر على أمر الله ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبيله فهو الصادق الذي قد نال السعادة، قد نال من السعادة كما لها ومن السيادة آلتها. ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله بأن صدته المكاره عما هو بصدده وثنته المحن عن مقصده فهو الكاذب في دعوى الإيمان، فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوى حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه. ذلك أن هذه الحياة الدنيا إنما هي دار ابتلاء وامتحان. قال الله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبتلى العباد في هذه الحياة بالسراء والضراء، يبتلى العباد في هذه الحياة بتنفيذ أوامر الله عز وجل وترك ما حرم الله عز وجل عليهم، فمن امتثل أمر الله عز وجل وصدقه وقام به فهو الصادق، ومن ترك أمر الله عز وجل ولم يبال به فهذا علامة كذبه فيما يقوله، فإن كان في قلبه كذلك كان كاذبا، وكان قد أظهر الإيمان بلسانه فهو المنافق، وإن كان صادقا لكنه ضعيف الإرادة مقصر في أمر الله عز وجل، فمآله إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الدنيا دار ابتلاء وامتحان واختبار، يظهر في هذا الامتحان الصادق من الكاذب، يظهر في هذا الامتحان الصابر من الجازع الذي يجزع من مما يبتلى به ولا يصبر على أمر الله عز وجل. وهذا بيان لهذه الحياة ولوصفها حتى يعرف العبد المكلف في أي الطريقين يسير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وفي لفظ حجبت، حتى يصل العبد إلى الجنة لابد أن تصيبه المكاره، والمكاره ربما تكون هناك بعض المشاق في العبادات، مشاق محتملة يحتملها الإنسان ويجاهد نفسه فيها كي يصل إلى الجنة، كأن يقوم مثلا من نومه في شدة البرد ليشهد صلاة الفجر، أو يخرج أو ينفق من ماله ما يحج به ويؤدي فريضة الإسلام، أو يجاهد بنفسه في سبيل الله فقد يؤذى وقد يقتل، وهذا كله من احتمال المكاره والمشاق في سبيل الله سبحانه. كذلك الابتلاء بالمصائب، موت حبيب أو قريب، أو الإصابة بمرض أو غير ذلك، أو نقص مال أو قلة أمن، كل هذه من الابتلاءات والمكاره التي أمرنا بالصبر عليها وامتثال أوامر الله عز وجل فيها. قال سبحانه: مستهم البأساء والضراء، أي الفقر والأمراض في أبدانهم، وزلزلوا بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي وأخذ الأموال وقتل الأحبة وأنواع المضار، حتى وصلت بهم الحال وآل بهم الزلزال إلى أن استبطأوا نصر الله
مع يقينهم به، ولكن لشدة الأمر وضيقه قال الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وهذا أيضا حدث مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سألوه أن يدعو على المشركين وأن يدعو الله عز وجل بحصول النصر، كما في حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه لما أتى يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، تحفر حفرة لهذا المؤمن ويوضع فيها ويوضع المنشار على رأسه يشق نصفين، يمشط ما دون لحمه وعظمه، يعني يفصل اللحم عن العظم، ما يصده ذلك عن دينه، لأن بعض الناس حينما يبتلى بما هو أقل من ذلك يضيق عليه في وظيفته مثلا لامتثاله أمر الله، أو يضيق عليه في رزقه، أو يضيق عليه مثلا في مسكنه أو غير ذلك، فأول ما يبادر إلى أن يترك ما أمره الله عز وجل به، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأين الصبر على أمر الله؟ ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر، يظهر الإسلام ويحكم العالم وينتشر وتنتشر الطمأنينة في العالم والأمن، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، كما رواه البخاري. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يقول: فلما كان الفرج عند الشدة وكلما ضاق الأمر اتسع. فلما كان ذلك، يعني كان الفرج عند الشدة وكلما ضاق الأمر اتسع، قال الله: ألا إن نصر الله قريب. فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن، فكلما اشتدت عليه وصعبت إذا صابر وثابر على ما هو عليه انقلبت المحنة في حقه منحة والمشقات راحات، وأعقبه ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء. وهذه الآية نظير قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقول الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هل الإيمان ادعاء؟ هل الإيمان كلام؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. نتعلم أحبتي من الآية أن الابتلاء يكون بالتكاليف الشرعية كما يكون كذلك بالمصائب والآلام ونقص الأنفس والأموال والثمرات، وعلى المسلم أن يصبر لأمر الله عز وجل وعلى ما يكون من هذه المشاق، فإنه مأجور عليها وهي بمثابة اختبار لإيمانه صدقا كان أو كاذبا. كذلك الترغيب في الاقتداء بالصالحين: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم كما صبروا فعلينا أن نصبر وألا نستبطئ النصر، حتى وإن زادت الكربة واشتد البلاء فإن بعد العسر يسرا. كذلك بيان ما أصاب الرسل وأصحابهم من شدة وبلاء، وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم من حصار المشركين وإيذائهم كما نعلم فيما كان في المرحلة المكية، وأيضا جواز الأعراض البشرية على الرسل، فدعاء الله عز وجل بنزول النصر، الإصابة بالآفات والأمراض، كل ذلك لا يطعن في نبوة النبي ولا رسالة الرسول. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.